عندنا سؤالان في نفس الموضوع يهتمان بسياسة المعتمدة في تنمية قطاع التشجير للنواب المحترمين. السؤال الأول للنواب المحترمين حليمة عسالي بن نصر زكواغ عمر أوجيل وحليس الحسين من فريق اتحاد الحركات الشعبية. تفضلوا سيدة النائبة المحترمة. ما الترتيب سيدي؟ هو هذاك الترتيب. تفضل تفضل سيدة النائبة المحترمة. كاين باس ما كاين باس سي مديان ما كاين مشكل. تفضل لا. شكرا السيد الوزير. السيد الرئيس، السيد الوزير المحترم، إخواني أخواتي النواب المحترمون، من بين أهم البرامج التي تنفذها وزارتكم برنامج غرس مساحات هامة بالأشجار الغابوية والمثمرة كالتفاح والزيتون واللوز والخروب وغيرها، وذلك للحفاظ على التوازن الطبيعي ببلادنا وإغناء الغطاء النباتي. لذا نستفسركم السيد الوزير حول مدى نجاعة برنامج التشجير المسطر في الحفاظ على الغطاء النباتي، كما أود استفساركم بصفة خاصة عن إقليم خنفرة الذي يعاني من نقص حاد من شجر الزيتون واللوز والخروب. وشكرا سيد الوزير. شكرا. سؤال ثاني للنواب المحترمين نور الدين مديان، إبراهيم حسناوي، مبارك حنفالي، وعلي قيوح من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. والكلمة لكم سي مديان. مزيان مزيان تفضل. ما مزيانش ذاك الميكرو، شوف بدل عافاك، بدل المقعد إلا بغيتي سيدي. لا ما تخافش على الوقت، ما تخافش. ها معلوم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما قلت السيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب، طبيعة الحال بالنسبة للسؤال ديالنا وهو أنه كل سنة يبدو من خلال البرامج الحكومية المعتمدة في تنمية القطاع الفلاحي وخاصة قطاع الأشجار المثمرة والغابوية، لجوء الوزارة، وزارة الفلاحة والتنمية القروية، إلى برمجة آلاف من الهكتارات المخصصة إما لتجديد الأغراس وإما للأغراس الجديدة، سواء كما قلت الأشجار المثمرة أو الغابوية. يعني قد تكلف ميزانية الدولة ملايير من الدراهم، إلا أن هذه العملية ينتابها نوع من الارتجال والعشوائية بسبب لعدة أسباب، من بين الأسباب الأساسية هو أولا عدم اختيار الأغراس التي تتلائم ونوعية التربة والمناخ، إضافة إلى عدم اعتماد الأجهزة المسؤولة على أسلوب التتبع البعدي، أي بعد الغرس، الشيء الذي يؤدي في النهاية إلى هدر المال العام في آلاف من الهكتارات الميتة. إذن السؤال ديالنا السيد الرئيس، هل للوزارة استراتيجية جديدة يعني لتنمية القطاع الفلاحي خاصة في ميدان الأشجار المثمرة والغابوية؟ وشكرا سيد الرئيس. شكرا لكم. لكم كلمة سيد الوزير. شكرا سيد الرئيس، السيدات والسادة المستشارين المحترمين. نعم. فيما يتعلق بعملية التشجير، أعتقد أن الاهتمام بهذه العملية ليس هو وليد اليوم، بحيث أن منذ وضع القانون الاستثمارات الفلاحية سنة 1969 والحكومة تولي اهتمام خاص لهذه العملية نظرا لعدة أسباب. أولا إما لتنمية الأغراس الموجودة أو لخلق فرص جديدة للإنتاج إما داخلي أو خارجي، وهذا ما يتعلق مثلا بالورديات التي كانت تقريبا منعدمة أو بشكل تقليدي قبل 69، وأصبح اليوم المغرب يتوفر بمكانة جد مهمة فيما يتعلق بالورديات من تفاح إلى غير ذلك. وكذلك أن ابتكرت عدة أساليب لتشجيع الاستثمار وتشجيع الغرس.
إلا أنه يجب أن نكون واعين بشيء يعني أساسي في نظري، وهو أن عندما يتعلق الأمر بالتشجيع لا يعني أن هناك حذف يعني الدور ديال الفلاح. عندما نكون نوزع الأغراس بالطبع هناك دراسة التربة، هناك دراسة للمناخ، هناك الأشكال التي يجب أن توزع، لكن يبقى دور الفلاح وتتبع ضروري. على أي، لن أعود إلى الوراء وأعطي رقم أو رقمين. الرقم الأول وهو أن إلى حدود السنة الماضية عدد الشتائل من جميع الأنواع التي تدعمها الوزارة لا يتعدى 300 حتى 400 ألف شتلة في السنة بجميع اختلاف يعني الأنواع. هذه السنة فهناك برنامج جديد انطلق وهو يعني يهم عدد من الأنواع، ولكن بالخصوص يعني شجرة الزيتون لسببين. السبب الأول وهو أننا نعتبر أن هناك عدد من المساحات التي هي مخصصة الآن إما لزراعة الحبوب أو مهملة أو تتعرض للانجراف، فهي قابلة للتشجير بهذه الأنواع، الزيتون خروب إلى غير ذلك، ولكن سأركز على الزيتون حتى لا أتيه في جميع الأنواع. وهناك كذلك بعض يعني بعض الضيعات التي يجب أن تجدد النوع والشكل، وهذا البرنامج الآن فيه يعني هو مركز على ثلاث اختيارات. هناك الاختيار الأول التي ستدخل الدولة مباشرة للقيام بجميع العمليات فيما يتعلق ببعض المناطق الجبلية وبعض المناطق القابلة لهذه الزراعة، وستصاحب خلال 3 سنين أو 4 سنين هذه العملية، لأن هناك تعويض لزراعة موجودة، مثلا لزراعة الحبوب لا يمكن أن نقول غادي نأخذ لك الأرض وغادي نغرسها، ولكن نخليوك يعني على الله حتى من هنا 5 سنين. هناك النوع الثاني هو إعادة النظر في منح الاستثمار التي كانت محددة في 1300 درهم للهكتار في البور و2600 في المسقي، والتي سترتفع إلى حوالي 5000 درهم في للهكتار في المسقي وإلى 2500 أو 3000 درهم في البور. والنوع الثالث وهو يتعلق ببعض المناطق التي يوجد فيها شجر الزيتون ولكن فيها قطاع صغيرة وقطاع أخرى غير مشجرة، فسيتم تعويضها بأصناف كلها مختارة مدعمة، وحتى يعني الأصناف المستوردة ريتما يكون هناك يعني وجود أو وفرة العرض. هذه السنة مقترح أن نمر إلى من 400 ألف اللي هدرت عليها إلى 2.5 مليون ألف شتلة. بطبيعة الحال هذا انطلاق أولي للبرنامج. هناك انطلق تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة بجهة مكناس في مؤخرا في وليلي، لكن بالطبع أن هناك بعض الإجراءات لم تتم من بعد، معنى أن هذه انطلاقة هذه السنة وتهم عدد من المناطق، منها خنيفرة، منها بني ملال، منها صفرو، منها التازة، منها المناطق كلها التي هي مؤهلة لهذه الشجرة. وهناك برنامج آخر في نفس المناطق مع التعاون الدولي مع بعض المؤسسات التي تهتم بهذا كذلك. أي كل ما أريد أن أقوله في هذا الباب أن بالنسبة للتشجير فهناك انطلاقة جديدة التي ستكون انطلاقة نوعية، لأننا نعتقد أن 600 ألف هكتار من شجر الزيتون مثلا بالنسبة للمغرب فهو قليل، عندما نرى أن الأندلس لوحدها فيها 1.5 مليون هكتار. فلا يتسع الوقت لشرح مضامين هذا البرنامج كله، لكن أعتقد أن في إطار اللجان ستكون لنا فرصة لإعطاء مزيد من المعلومات. وهناك مسايرة من القرض الفلاحي كذلك الذي وضع خط لتمويل هذه العملية. أما بالنسبة للغابات فبطبيعة الحال المندوبية السامية لها كذلك برنامج الذي يستمر ويهم 200 ألف هكتار من هنايا 2012 أعتقد. شكرا سيد الرئيس. شكرا لفريق اتحاد الحركة الشعبية. تعقيب تفضلوا سي أزقى. شكرا السيد الوزير على الجواب. أردت نذكركم السيد الوزير بأن في المناطق الجبلية في هذا الإقليم خنيفرة مثلا مولاي بوعزة وكافنسور وأكلموس المردودية ديال الفلاح تتبقى ديما ضعيفة وهزيلة،
وحتى ملي تتصب الشتاء سيد الوزير ان الفلاح بالدرع تيدخل في 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 المصاريف ديالو. فهاد السياسه ديال التشجير مهمه، ولكن حنا مع الاسف ان في هاد المناطق الفلاح ما متعودش عليها، ولهذا اولا خصها اولا التمويل، وخصها تتبع من الاطور ديال وزاره الفلاحه حتى تعطي الثمار ديالها، وحتى يتمرن عليها الفلاح ديال هاد المناطق الجبليه. واغتنم الفرصه السيد الوزير ان قمنا بعده اجتماعات مع المديريه الاقليميه ديال خنيفره، وعدت واحد البرنامج مهم لهاد المناطق مرقم ومهم جدا لهاد المناطق، وراه جا عندكم الوزاره مؤخرا، وتنطلبوا منكم السيد الوزير باش تخرجوا لنا الحيز الوجود، ونحاولوا يتاهل الفلاح ديال هاد المناطق باش يواجه هذا المشكل ديال العولمه والمشكل ديال التبادل الحر. وشكرا السيد الوزير. شكرا سي مديان، لديكم تعقيب؟ تفضلوا. على كل شكرا السيد الوزير على الاجابه ديالو، فقط انه الموضوع ديال السؤال ديالنا واضح، هو ان الحكومه هل لديها استراتيجيه؟ هل تعتمد الحكومه في سياسه تنميه الاشجار على دراسه قبليه ام لا؟ الحكومه ما كنكروش حنا بانها كتقوم بواحد المجهود كبير في برمجه الالاف ديال الهكتارات يعني الاغراس، وخاصه الاشجار المثمره والغابويه، لكن النتيجه بعد مرور سنه او سنتين، واش فعلا ملي كتكون نيه كثار ديال الاشجار المثمره سواء قامت بها يعني الفلاحه مباشره او عن طريق الشراكه، واش فعلا انه ديك 100 هكتار غرسناها؟ حنا كنعرفوا التلاعبات التي تقع في هذا المجال، كاين 100 هكتار ما كتغرسش 20 هكتار سيد الوزير. لا حنا فلذلك كنطلبوا وانه حمايه المال العام من التسييب والعبث في هذا المجال، سواء تعلق الامر بالاشجار المثمره او الاشجار الغابويه، هذا مشكل. وثانيا ملي كنمشيو كنغرسوا الزيتون في واحد المنطقه اللي ماشي ديال الزيتون، هذا ماشي هضر المال العام، ولا كنغرسوا بدل ما نغرسوا الخروب ولا اللوز ولا شي حاجه، هذا لا اتحدث عن المنطقه التي امثلها، فهذا واقع من الحسيمه الى ازيران، يعني هذا واقع. اذا خصنا واحد التتبع، وكذلك ملي كندخلوا الفلاح الاشراك الفلاح بجوج دراهم مثلا الغرسه، لا الفلاح بطبيعه الحال كياخذ الالاف وما كيغرسهاش في غياب اي تتبع. هنا كاين واحد الفلاح خذ 10000 غرس 1000 ومشى باع الاخرين ولا دار بهم الخبز في الفران ديالو. اذا كاين مجهود، ولكن هذا المجهود ما وقعش على ارض الواقع في غياب التتبع المستمر ديال الاغراس السيد الوزير. وشكرا السيد الرئيس. تفضلوا السيد الوزير. تفضلوا. شكرا سيد الرئيس. سيد الرئيس ما اريد ان اؤكده وهو ان فعلا هناك منظور جديد لهذه العمليه، وعندما قلت ان سيكون هناك اداء حتى تعويض لبعض الفلاحين معناه ان سيكون تتبع اكثر، لكن التتبع يتطلب كذلك المعونه مع المهنيين مع الجمعيات مع المجالس المحليه، لان لا يمكن للوزاره لوحدها ان تعطي الشتائل، أن تعطي الدعم، وأن تتكلف كذلك بعملية الغرس وتتبع الغرس. فبالطبع عندما تكون حالات فنحن سنراقب من خلال المديريات، من خلال المراكز الأشغال، لكن أعتقد أن هذه عملية يجب أن ينخرط فيها الجميع، وأن يكون تتبع بتنسيق مع كل من يهمهم الأمر. وشكراً.